وللنقاش ينضم إلينا من لندن الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مازن. بداية، التظاهرات تتجدد في البصرة، النجف وفي الناصرية، إلى أي مدى تعتقدون أن هذه التظاهرات قادرة على تغيير المشهد السياسي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. فيما يتعلق بهذه التظاهرات، لقد انطلقت لكي تستمر لا لكي تتوقف، وأنا أعتقد أنه حالة الرفض الشعبي عليها إجماع في كل المحافظات التي انتفضت على بكرة أبيها، والتي أرادت أن توصل رسالة إلى المجتمع الدولي ومن ثم إلى حكومة المنطقة الخضراء بأن هذه الحكومة وهذه العملية السياسية أصبحت ساقطة وفاشلة وبائسة ولا يمكن أن تستمر. وبالتالي كانت حالة التظاهرات بدأت بمطبية، والآن سقف المطالب تحول إلى إسقاط العملية وإلى إسقاط الحكومة، وبدليل أنه من خلال التقرير اللي استعرضته أنه المظاهرات بعنوانها ليوم غد هو شعار أرحل، أي بمعنى أرحل للحكومة المتمثلة بالعبادي. وهذا دليل على أنه حالة الرفض والسخط لن تكتفي فقط بموضوع الخدمات مثل ما يروج له، وإنما تريد أن ترفض وتسقط هذه الحكومة وتسقط العملية السياسية. فهذه حقيقة، وأصبح قدمت يعني الشعب العراقي قدم قرابين تجاه هذه التظاهرات وهذه الانتفاضة. أكثر من 1000 شخصية تم اعتقالهم بحجج أنهم مارسوا عمليات تخريب. أيضا هناك شهداء قدمت هذه التظاهرات من أجل أن تبرهن للعالم بأنه حالة الرفض الشعبي هي حالة تمثل عن ضمير كل العراقيين، وبالتالي لا يمكن السكوت على ما يجري بالعراق من خلال القمع الوحشي التي تمارسه الأجهزة الأمنية. بالكلام عن القمع الوحشي، بالكلام عن هذا القمع الوحشي، يعني شهرين من التظاهر مارست فيها السلطة جميع أنواع قوتها أو ما في يدها لكي تقمع هذه التظاهرات، واليوم يتجه العبادي لإقالة مسؤولين في الجنوب. هل سيكون لهذه الخطوات أي صدى لدى المتظاهرين وأي تأثير عليهم بحيث يمكن أن تقنعهم مثل هذه الإجراءات وتنزع فتيل هذه الأزمة التي تعصف بالحكومة؟ يراد من هذا الإجراء الذي تصرف به العبادي في محاولة اعتقال أو سحب يد موظفين في الدولة، سواء بالموقع الأول أو بالمواقع المدير عام فما دون أو فما أعلى، كلها هي سياسة التفاف واحتواء للتظاهرات. يراد منها دغدغة عواطف الشارع على أنه الحكومة ورئيس الحكومة جاد في اتخاذ القرارات لمحاربة الفاسدين والمقصرين. أين كان العبادي منذ 15 أكثر من 4 سنوات هو رئيس وزراء، وكان وزير في 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 زمن الاحتلال، في بداية الاحتلال؟ ماذا فعل العبادي وما قبل من قبل العبادي تجاه هذا الفساد أو هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا ثروات البلد؟ فبالتالي يراد من هذه الإجراءات أن يمتص غضب الشارع لكي يهدأ الشارع. وتعودنا أنه سياسة الحكومة في المنطقة الخضراء هي سياسة الوعود الكاذبة، سياسة التخدير، وجربوا الشيء أصبح كاذب، وكذلك الآن ينطبق الوصف على العبادي. لكن السؤال الأهم هنا أستاذ مازن، متى سيدرك الشعب العراقي أن هذه الإجراءات هي كإبرة المخدر ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول المخدر؟ أعتقد الآن الشعب العراقي أصبح واعي، والشعب العراقي الآن أصبح حتى أنه لن ولن يلتزم بما تروج له المرجعيات الدينية، لأن تحاول هذه المرجعيات أيضا أن توفر الغطاء الرسمي لهذه الحكومة من خلال سياسة التخدير التي أيضا تمارسها هذه المرجعيات. أصبح الشارع واعي، وفي دليل أنه الآن كل الشارع ضد هذه العملية وضد من يساندها، ولن يقبل حتى من يريد أن يركب الموجة من هؤلاء الدينية أو رموز العملية السياسية، بدليل أصبح الشارع حالة واحدة للرفض. والآن حتى المجتمع الدولي في فرنسا أصبحت التقارير تقول أنه هناك اضطهاد، وهذه التظاهرات وهذه الانتفاضات شعبية ينبغي أن تقف على مطالبها. فبالتالي أنا أعتقد الآن عملية احتواء الثورة أو هذه الانتفاضة في تقديري لن تستطيع لا الحكومة ولا المرجعية مهما حاولت أن تغازل كلمات منمقة وتدريجية وترقيعية. وحتى لو أرادت الحكومة أن تقدم كبش فداء هذا الوزير أو ذاك الوزير العام، سوف لن يشفي غرير الشارع، لأنه العملية برمتها فاشلة وينبغي أن تسقط، وعلى الشعب أن يستمر. وأنا أعتقد الأيام القادمة ستثبت أنه الشعب العراقي
رافض لهذه العملية السياسية وسيقاتل من أجل إسقاطها سواء تنفيذيا أو بكل الوسائل. إن أردنا أن نأخذ سيناريوهات المرحلة المقبلة أستاذ مازن، يعني هل تعتقدون أن بداية النهاية فيما يتعلق النفوذ الإيراني المتشعب والمتأصل في مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2003 بدأت بهذه التظاهرات؟ أنا أعتقد هذه التظاهرات هي رسالة لكل العالم بأنه العراقيين سواء حتى من كانت تدعي الحكومة أنها حصتهم في المحافظات الجنوبية لقد ظهروا أنهم رافضين للنفوذ الإيراني وللهيمنة الإيرانية، والعراق ومخطوف إيرانيا، مخطوف بسياسته، مخطوف بقراراته، مخطوف بإرادته، بخيراته. ولذلك أنا أعتقد أنه الشعب العراقي قال كلمته وخرج للشارع، وأكثر من محافظة تهتف في إيران برا برا، وحرقت دارية الخميني وخامنئي، وهذا دليل على حالة الرفض للهيمنة الإيرانية، لأن العراق لن تحكمه إيران، والعراق الآن كل القيادات الموجودة بالمشهد السياسي هي أدوات إيران وتنفذ المشروع الفارسي في إيران لأجل أن تخضع العراق. وحتى الآن الحصار الذي فرضته أمريكا على إيران سوف تكون العراق الحديقة الخلفية التي يساعد إيران على معالجة هذا الحصار خلال تهريب العملة، من خلال تبديل العملة التومان بالدولار، من خلال التصدير والتهريب. فبالتالي كل العراقيين يعرفون أنه العراق مخطوف إيرانيا، ومن يتحكم بالعراق هو قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني، وحتى من تصدى لهذه الانتفاضة هي بتوجيه وإعاز قيادة إيران وملالي إيران أن يخمدوا هذه الثورة ويخمدوا هذه الانتفاضة وأن يمارسوا كل القوة من أجل أن يضعفوا حالة الشارع العراقي. وبالتالي نعم، بداية النهاية لهذا المشروع فرض العراق، مثلما العراقيون قاتلوا إيران 8 سنوات دفاعا عن الأمة وعن الدين، أنا واثق نفس العراقيين سيقبرون إيران في العراق ويقبرون هذا المشروع وسيتذكر العالم هذه. الكاتب السياسي العراقي العراقيين يشعرون بالأذى من إيران ومن سياسات إيران. الكاتب السياسي العراقي الأستاذ مازن التميمي، عذرا منك وشكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا.